يا أخي إذا تبخطي عليه سامحني، إذا هو مخطئ عليه قل الله يعفو عنك ويسامحك. فنقول إذا كان بينك وبين أحد شيء، تخيل فقط أنه مات، إذا جيت عند قبره أو في العزاء أو عند الدفن، هل يبقى في قلبك شيء عليه؟ طبعا لا، خلاص انتهى راح. صحيح. طيب يا خل الآن اعتبر أنه راح، أنت الحين سامح لكن هو ما سامح، هو ما سامحك نعم، وقل خلاص الآن اعتبر أنه ميت. فدائما أقول هذا اللي بعض الناس اللي يعني يتصلون معي وتكلمون معي في موضوع اللي هو سبحان الله ما يبقى في الخواطر، سبحان الله اعتبر أن الرجل مات، يبقى فيه شيء قلبك؟ قال لا خلاص. طيب خلاص الآن لا يبقى شيء، إذا كان الآن عايش سامحه أفضل من أن يموت بكرة، ولا سامحك يبقى اللقاء عند الله جل وعلا والحساب عسير تراه. لا خلاص أنتم ايش تبغون منه؟ لا خلاص ما تبغى منه شيء، هي فقط شيء في القلب، ما بينك وبينه لا أثار ولا دم ولا مال ولا شيء، إنه فقط كلام سبحان الله. يعني الثأر الدم قصدي يحكم به، يعني يحكم به أهل العلم وهكذا، والمال يحكم بها أهل العلم، لكن الكلام اللي بينك وبينه من يحكم به؟ الله جل وعلا يوم القيامة. فأقول المسامحة للآخرين تكون قبل الموت، قبل الموت أو أن تموت ما سمحته، لفات الفوت ما ينفع الصوت، خلاص انتهى الامر. فنقول قبل ان يموت سامحه، وقبل ان تموت سامح، هذا هو الصحيح. وتذكر هذه العباره من احد العلماء، ان الموت يقطع جميع العلائق وجميع الاشياء اللي في قلبك، اذا تذكر فقط الموت وانظر ماذا سيكون. الحمد لله، جزاكم الله خير. نعم، الان وجب الاذان ابو صالح، أذن لعلك إن شاء الله ترفع الأذان، والشيخ عبد الله أذن.